سيادة الرئيس، القادرون باختلاف دايماً بيطلبوا من حضرتك، وحضرتك دايماً بتحقق لهم طلباتهم. اسمحوا لي أرحب بزملائي اللي منوريني في تقديم هذه الفقرة، محمد ونادين. ولأن الأنسات أولاً فهنبدأ بنادين. صباح الورد يا نادين. صباح الهنا. تفضلي. أنا نادين ناجي، عندي 35 سنة، بتتعلم في كاراتيه. من السنة اللي فاتت لحد النهاردة حصل حاجات كتيرة حلوة. حضرتك أمرت يا ريس إننا نروح وريت الشرطة والكلية الحربية. بس كده، إحنا كمان روحنا البحرية والصاكة مزلط وجوية. عشنا أيام حلوة وتعلمنا حاجات كتير. أكبر قائد في كل مكان، هو وزملائه كانوا في استقبالنا بكل حب. نسيت أعرف نفسي، أنا محمد عماد، عندي 23 سنة، بطل سباحة باتحاد الشرطة وخريج كلية لغات جامعة الأزهر. من القلب شكراً يا فندم. يلا بينا دلوقتي نشوف فيديو عن أيام حلوة كتيرة عشناها وحققناها. على مدار السنة اللي فاتت أحلام كتير اتحققت، واتفتح لنا أبواب كتيرة بسبب دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نفسك تبقى يا أنس؟ ظبط. ده احنا نتشرف بيك يا أنس. إحساس من القلب، إحساس أكبر من كلمة حب. نفسي أطلع كابتن طيارة. انت غاوية موضوع الطيارات ده جدا. أنا هطلب من وزير الدفاع إن هو يسمح لبسملة وتركب طيارة ثنائي مع أحد الطيارين. إحساس إن أنت معايا ده دايماً بيطمني، وفي وقت الجد زود جيش. نعمل لك رحلة، أو ليكوا بقى كلكم، نعمل رحلة للكلية الحربية وتشوفوا، ويبقى يوم نقضيه هناك كلنا. والحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها. واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب. وغيرهم اخواتنا كتير من قادرون احلامهم هم كمان اتحققت. في الصاقة والمظلات عاشوا يوم كامل من المغامرات، وفي أكاديمية الشرطة استقبلونا أحسن استقبال، وكان شرف كبير لينا أننا نقابل رجال القوات البحرية، وتعلمنا كتير قوي يوم زيارتنا لقناة السويس. الزيارات دي غيرت معاني كتيرة وأكدت لنا أننا فعلا لينا مكان. شكرا لحضرتك يا سيادة الرئيس، وشكرا لكل اللي استقبلونا، أولادكم القادرون باختلاف. عشان الباقي يعيش، لو أقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش.